السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. يا رب دايما تكونوا بألف خير وصحة وسعادة، وكل سنة وحضراتكم جميعا بألف خير. يتجدد لقاءنا مع حضراتكم في قناة مهندس زراعي. النهاردة موضوع مختلف تماما، النهاردة حلقة مهمة جدا هنتكلم فيها عن أنواع النباتات أو أنواع المحاصيل الصيفية التي يتم زراعتها في الفترة من منتصف شهر فبراير لحد شهر مايو، يعني من منتصف شهر 2 لحد شهر 5. هنشوف إيه هي النباتات التي يمكن زراعتها في الفترة دي. ولكن قبل ما نبدأ موضوعنا، حاول إنك تدعمنا، حاول إنك تشجعنا عشان خاطر نستمر بنشر المزيد إن شاء الله في قناة مهندس زراعي، نتكلم عن كل شيء يخص بالزراعة. فحضرتك لو دعمتنا أو حضرتك لو شجعتنا، إحنا هنستمر بنشر المزيد ونقدم أفضل ما عندنا من المعلومات الزراعية. حاول إنك قبل ما نبدأ موضوعنا تنزل تحت تعمل سبسكرايب للقناة، ما تنساش تعمل مشاركة للفيديو عشان المعلومة ما توقفش عندك وتوصل لغيرك. ما تنساش تفعل الجرس عشان يصلك كل جديد في عالم الزراعة من قناة مهندس زراعي. دعمكم لينا وتشجيعكم لينا وصل القناة لحد النهاردة الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبدعم حضراتكم وتشجيع حضراتكم، لأني أنا بيكم أنتوا. القناة وصلت النهاردة ل 3000 مشترك، ووصلنا داخلين على 100000 مشاهدة. وصلنا للكلام ده بيكم أنتوا، وأنتوا عندكم تقدموا لينا أكتر من كده. إن شاء الله هنحاول أو عايزين نوصل بالقناة ل 20000 و50000، وإن شاء الله نوصل ل 100000 مشترك بيكم أنتوا مش بيا أنا، تمام؟ لأن وبحبكم لينا وبتشجيعكم لينا إن شاء الله هنوصل، وبإذن الله تعالى هنحقق كل اللي إحنا عايزينه. فالمحاصيل الصيفية، إحنا في محاصيل صيفية وفي نباتات شتوية، يعني في نباتات بيتم زراعتها في الصيف وفي نباتات بيتم زراعتها في فترة الشتاء. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ النباتات الصيفية او المحاصيل التي يتم زراعتها في الصيف، وعشان كده بتسمى بالمحاصيل الصيفية، فدي نباتات بتتحمل درجات الحرارة العالية، هي بتعيش في درجات الحرارة العالية، بتتأثر جدا في البرودة. لذلك نباتات المحاصيل الصيفية لا يمكن زراعتها في الأشهر الباردة. ليه؟ لأنها هتتأثر جدا بفترة الصقيع، بالبرودة، بدرجات الحرارة المنخفضة، بالكلام ده كله. أما المحاصيل الشتوية هي المحاصيل التي يتم زراعتها في الفترة من سبتمبر وأكتوبر، يعني في فترة الخريف. طيب ليه احنا ما نزرعهاش في الصيف؟ لأنها ما بتتحملش درجات الحرارة العالية، هي بتعيش في أجواء باردة، بتحب درجات الحرارة المنخفضة، علشان خاطر كده أطلق عليها أو سميت بالمحاصيل الشتوية. تعالوا نعرف إيه هي المحاصيل التي يمكن زراعتها في الفترة من منتصف فبراير إلى شهر مايو، من منتصف شهر 2 إلى شهر 5. ولكن قبل ما نبدأ موضوعنا، في ناس ما بتعرفش الأشهر الميلادية، في دول ما بتعرفش فبراير ومارس وأبريل ومايو والكلام ده كله. فإحنا النهاردة هنذكر مواعيد الزراعة بجميع الأشهر، هنذكر الأشهر الميلادية والأشهر الهجرية والأشهر القبطية والأشهر السريانية، وده أول مرة يحصل إن حد يذكر الأشهر كلها في مواعيد الزراعة، عشان جميع الدول تعرف اللي بتتفرج علينا تعرف إحنا بنتكلم عن الشهور إيه، بنتكلم المواعيد أو تعرف المواعيد بتاعتنا الصحيحة. أولاً مواعيد الزراعة بالنسبة للمحاصيل الصيفية في الأشهر الميلادية من منتصف شهر فبراير لحد الانتهاء من شهر مايو، يعني من شهر 2 لحد شهر 5. طيب لو هنتكلم عن الأشهر الهجرية، من شهر محرم، من منتصف شهر محرم لحد شهر ربيع الآخر، يعني محرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر. طيب ننتقل إلى الأشهر القبطية. الأشهر القبطية اللي هي مواعيد الزراعة الصيفية فيها بتكون في منتصف شهر طوبة وأمشير وبرمهات وبرمودا. طيب ننتقل إلى الأشهر السريانية أو الأشهر العبرية، تمام؟ مواعيد الزراعة الصيفية فيها بتكون من منتصف شهر كانون الثاني لحد شهر نيسان، يعني كانون الثاني وشباط وأذار ونيسان، دي كل الأشهر
اللي اي دولة بتتابعنا دلوقتي او اي حد بيتابعنا من جميع الدول العربية هيعرف مواعيد الزراعة الصحيحة، هي دي مواعيد الزراعة بالنسبة للمحاصيل الصيفية. طيب تعالوا نعرف مع بعض ايه هي المحاصيل الصيفية اللي ممكن تزرعها في الفترة دي من منتصف شهر فبراير لحد شهر مايو، من منتصف شهر 2 لحد شهر 5. احنا هنتكلم النهاردة عن المحاصيل الخضرية فقط، وحلقة جديدة ان شاء الله او فيديو جديد قادم هنتكلم فيه عن نباتات الزينة التي يمكن زراعتها في الفترة دي او في الربيع والصيف. تعالوا نعرف المحاصيل الخضرية التي يمكن زراعتها في الربيع والصيف ايه هي. هنقسم المحاصيل الخضرية بتاعتنا الى قسمين عشان نفهم ونعرف احنا بنتكلم عن ايه. هنقسمها الى محاصيل خضرية ثمرية، محاصيل خضرية ورقية. المحاصيل الخضرية الثمرية التي يتم زراعتها في الربيع والصيف زي ايه؟ زي مثلا هنتكلم عن الباذنجان، هنتكلم عن الفلفل والفلفل بأنواعه، الفلفل البارد والفلفل الحلو والفلفل الحار. هنزرع برضه في الفترة دي نبات الكوسة، هنزرع نبات البامية، هنزرع نبات اللوبيا، هنزرع الفاصوليا الخضراء، هندخل برضو معاهم البطيخ والجرع والشمام. كل المحاصيل الخضرية الثمرية اللي احنا ذكرناها دلوقتي بيتم زراعتها في الفترة من منتصف فبراير لحد شهر مايو، من منتصف شهر 2 لحد شهر 5. طيب دي بالنسبة للمحاصيل الخضرية الثمرية. طيب ممكن نزرع ايه من المحاصيل الخضرية الورقية؟ ممكن نزرع الملوخية، ممكن نزرع الكرفس، ممكن دي هي المحاصيل. طب عايزين نعرف برضو ايه الفرق ما بين المحاصيل الخضرية الورقية والثمرية، لان في ناس كتير بتسألني من جميع الدول العربية ما بتعرفش تفرق ما بين الملوخية والبامية. دايما بشوف أسئلة بتجيني هي الملوخية مش هي البامية؟ لا طبعا في فرق ما بينهم، دي محصول خضري، الاثنين محاصيل خضرية، ولكن ده محصول خضري ثمري وده محصول خضري ورقي. البامية بناخد الثمر بتاعها هو اللي بنستخدمه في الأكل، أما الملوخية بناخد الأوراق الخضراء بتاعتها هي اللي بنستخدمها في الأكل، ما بناخدش الثمر منها خالص. الثمر ما هو وظيفته إلا إن هو ينتج بذور، وإحنا بناخد البذور ونعمل نستناها لحد ما تنضج، وبعد كده بنستخدمها في السنة اللي بعد كده أو السنة اللي جاية، ونبتدي إن إحنا نزرع المحصول بتاعنا من جديد. يبقى كده عرفنا المحاصيل التي يمكن زراعتها في الفترة من منتصف شهر فبراير لحد الانتهاء من شهر مارس. طيب برضو في محاصيل ورقية تاني زي الخس وزي الجرجير وزي الشبت وزي الكزبرة زي البقدونس، زي الحاجات دي كلها احنا مواعيد الزراعة بتاعتها ايه بالظبط؟ المحاصيل دي تعتبر محاصيل شتوية، ولكن بيتم زراعتها في طول العام او جميع السنة الا في اشهر الجو الباردة واشهر الجو الحارة لا يمكن زراعة هذه المحاصيل فيها. طيب يعني في الصيف الحار والشتاء البارد ما ينفعش ان انا ازرع هذه المحاصيل في الفترة دي. عموما معظم النباتات او اي نبات انت حابب تزرعه تبعد من اشهر الصيف الحارة وتبعد من اشهر الشتاء الباردة، وازرع في الربيع والخريف، دول افضل فصلين يتم فيهم زراعة جميع النباتات او معظم النباتات. يعني لو عندك مثلا نبات انت جايبه من المشتل وحابب ان انت تزرعه، تحاول انك ما تزرعهوش في الصيف نهائي، يعني ما تبعد عن اشهر الصيف الحاره، تبعد عن اشهر الشتاء البارده. ليه؟ لان انت لما تيجي تزرعها في الصيف والنبات بيكون لسه ما خدش وضعه، النبات بيكون لسه ما تاقلمش مع الجو والحراره شديده، وبالتالي التربه نفسها درجه الحراره فيها عاليه، والنبات كده هيحصل له عمليه صدمه وبالتالي هيموت، هيحصل عندك احتراق للاوراق بسبب درجه الحراره العاليه، لان النبات لسه ما تاقلمش على الوضع. فبرضه لما تيجي تزرع في اشهر الشتاء البارده او في الشتاء
ده يحصل عندك عملية ذبول للنبات. ليه؟ لأن في الفترة دي بيكون النبات في فترة سكون، بيكون النبات في طور سكون، يعني في فترة راحة، النمو الخضري متوقف نسبيا. فبالتالي لما انت تيجي تزرع النبات ده في الشتاء عندك، جايبه من المشتل ولسه هتزرعه في الشتاء، فده بتكون مشكلة كبيرة، بيحصل عندك صدمة للنبات، وبالتالي النبات ما بيقاومش البرودة العالية، ما بيقاومش الشتاء العالي، فبالتالي هيحصل عندك تأثير مباشر على النبات، ويبتدي النبات في الذبول والاصفرار والموت. يبقى افضل فصلين تزرع فيهم اي نبات عندك هما الربيع والخريف، دول تزرع فيهم، لان انت لو زرعت في الربيع بتكون الجو معتدل، مفيش برودة عالية عندك، مفيش حرارة عالية عندك، فبالتالي النبات لحد ما يدخل في الصيف بيكون اتأقلم مع الجو، بيتأقلم مع التربة، واتأقلم مع العوامل الخارجية اللي بتحط بيه، فبالتالي هيقدر يكمل دورة حياته بدون أي مشاكل. وبرضه لما أنت تزرع في الخريف فبالتالي الجو برضه بيكون معتدل زيه زي الربيع، فبالتالي برضه لما هيدخل عليه الشتاء هيكون اتأقلم مع الجو، اتأقلم مع التربة، واتأقلم مع العوامل الخارجية التي تحيط به، وبالتالي هيقدر ان هو يكمل دورة حياته بصورة مباشرة وبدون أي مشاكل. طيب تعالوا نرجع لموضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم عنه، اللي هو المحاصيل الصيفية اللي احنا يتم زراعتها في الفترة من منتصف شهر فبراير لحد شهر مايو. عرفنا ايه هي المحاصيل وقسمناها الى محاصيل ثمرية ومحاصيل خضرية ورقية، ولكن هنا طريقة الزراعة هتكون ازاي؟ طيب طريقة الزراعة هنا في عندنا نباتات يتم او محاصيل يتم زراعتها بالبذور، يعني يفضل ان انت تزرعها بالبذرة في الارض المستديمة مباشرة، يعني ما تعملكش مشتل وتزرع فيه البذور وتبتدي ان انت تنقل البذور من مكان للارض المستديمة، ده كله بيكون غلط على النبات، يعني يفضل انك تزرعها بالبذرة في الارض المستديمة اللي هي هتكمل عليها دورة حياتها لحد الانتهاء من جني الثمار، هي دي الارض المستديمة. زي ايه طيب النباتات دي؟ او ايه هي النباتات التي يمكن زراعتها بالبذور مباشرة في الأرض المستديمة؟ زي مثلا الكوسة. الكوسة يفضل إنك تزرعها مباشرة في التربة، يعني خلاص المكان اللي هي هتفضل فيه حاول إنك تزرع البذور فيه مباشرة. زي إيه تاني؟ زي الخيار. زي إيه تاني مثلا؟ زي البامية، زي الملوخية طبعا من المحاصيل الخضرية الورقية، زي إن أنت تنثر البذور كلها اللي هي بتاعت المحاصيل الورقية، زي الخس، زي الشبت، زي الكزبرة، زي الكرفس، زي الحاجات دي كلها، حاول إن أنت تدورها على الأرض في الأرض المستديمة بتاعتها. طيب طريقة الزراعة، كل اللي انت بتعمله في الكوسة والخيار والبامية والحاجات دي كلها ان انت بتعمل عمق او حفرة في التربة بتاعتك، وخلي بالك ما تعمقش الحفرة او الثقب اللي انت هتزرع فيه في التربة بعمق كبير جدا، لا، كل اللي احنا بنعمله ان احنا بناخد عجلة الأصبع بس، يعني حوالي 2 سم 3 سم مش اكتر من كده، لان انت لو عملت عمق اكبر من كده بالتالي النبات مش هيستطيع او البذور مش هتستطيع ان هي تتخطى سطح التربة وتبتدي ان هي تطلع منه، ده هيكون صعب عليها. ليه؟ لان العمق بتاعها كبير، فحاول انك تعمل حفرة بعمق حوالي 2 سم 1 سم 3 سم بس مش اكتر من كده، وترمي بذرتين في الحفرة الواحدة. ليه؟ لان لو في بذرة ما نفعتش، في بذرة ماتت عندك، في بذرة ما اشتغلتش، بالتالي هيكون البذرة التانية شغالة، فلو كبروا معاك ربنا كرم وكبروا البذرتين وابتدوا ان هم يجيبوا اوراق عندك والنمو الخضري ابتدى يشتغل، بتعمل عملية خف لواحدة فيهم، بتاخد الضعيفة وبتبتدي ان انت تشيلها وتسيب القوية زي ما هي في التربة. ده طريقة الزراعة بالنسبة للبذور. طيب ناس هتقول لي يعني الفلفل ما ينفعش ان احنا نزرعه بالبذور، الطماطم ما ينفعش ان احنا نزرعها بالبذور. لا طبعا، كل المحاصيل ممكن تزرعها بالبذور، مفيش اي مشاكل فيها، ولكن احنا بنتكلم عن النباتات اللي انت هتزرعها في التربة مباشرة او بالبذور في الارض المستديمة بتاعتها. لكن الطماطم اللي نقول ايه مثلا، اللي هي ممكن تزرع الفلفل، الباذنجان وغيرها من المحاصيل التي يتم زراعتها بالطريقة دي، فان انت هتحاول انك تعمل مشتل صغير عندك في البيت او صينيه شتل وترمي فيها، تبدر فيها البذور وتبتدي تاخد الشتلات تنقلها للارض المستديمه، وده افضل حاجه عندك بالنسبه للباذنجان، بالنسبه للفلفل، بالنسبه للمحاصيل التي يمكن زراعتها عن طريق الشتلات.
فهي دي طريقة الزراعة بالنسبة للمحاصيل الصيفية. طيب بالنسبة لحصاد المحاصيل دي، طبعا الري، خلي بالك انك لما تروي في جفاف بعد جفاف التربة، ما ترويش والتربة يكون عندك رطبة، لازم، لان المشاكل كلها بتحصل من ري النباتات، المشاكل كلها بتيجي موت النبات وعفان الجذور وذبول النبات واصفرار الاوراق، ده كله بيكون ضعف في الجذور وكله بيكون سببه مشاكل الري. زيادة الري بتعمل مشاكل كبيرة جدا، فحاول انك تكون حريص بالنسبة لري النبات. يعني لما تيجي تروي النبات ما ترويش الا لما تكون التربة عندك جافة. طيب لو التربة عندك رطبة حاول انك ما ترويش، لان انت كل اللي بتحتاجه التربة يكون رطبة، يعني تحت الجذور بتكون في رطوبة، هو ده اللي بيحتاجه النبات عموما. طيب بالنسبة للتسميد، طبعا التسميد بتشوف بتسمد على حسب المراحل اللي بيمر بيها النبات، كل مرحلة من المراحل ليها سماد معين، لكن لو انت زارع في البيت كل اللي بتحتاجه سماد ان بي كي متوازن، زي ايه؟ زي عنصر النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم بنسب معينة وبنسب متوازنة، وبتحاول ان انت تحط معلقة واحدة من معلقة صغيرة على لتر المية، وبتبتدي ان انت تروي بيه النبات، ده كل اللي انت بتحتاجه فيه وبتعمل الفترة الحاجة دي كل 15 يوم، ده لو انت زارع في البيت. لكن لو انت زارع في مكان كبير مثلا ومساحة عندك كبيرة، لا طبعا بتحتاج برنامج تسميد، وإن شاء الله هنعمل فيديو نتكلم فيه عن برنامج التسميد لكل محصول من المحاصيل اللي احنا ذكرناها. طيب بالنسبة للحصاد بتاع المحاصيل دي، يعني بتحصد بعد قد ايه مثلا؟ الحصاد هنا بيكون يعني مثلا هنقول في الفلفل والباذنجان المدة بتاعته عشان انت تحصد بيكون بعد نضج الثمرة بتاعتك، يعني بعد ما تتأكد ان الثمرة عندك خلاص عملت نضج بالكامل او حصل لها نضج بالكامل، يعني بالفتره بتكون مثلا من 60 ل 70 يوم. بتاجي في الكوسه والخيار مثلا الفتره بتقل شويه، بتكون من 35 ل 40 يوم، وبالنسبه للباميه مثلا حوالي 60 يوم. كل محصول بيكون ليه، اهم حاجه ان انت لما تيجي تحصد يكون في عندك الثمرة نفسها حصل لها عملية نضج بالكامل. دي كل شيء عن المحاصيل الصيفية وطريقة الزراعة والري والتسميد والحصاد. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم، فلو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بسبسكرايب للقناة، ما تنساش تعمل مشاركة للفيديو عشان معلومة ما توصلش توقفش عندك وتوصل لغيرك، ما تنساش تعمل تفعيل للجرس عشان يصلك كل جديد في عالم الزراعة من قناة مهندس زراعي. يا رب يكون عجب حضراتكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.